ولما الدكتور شاهين يبقى ابوكي اللي حصل ده معناته ايه؟ بتسألني السؤال ده عشان انا اختك ولا عشان القضية؟ عشان الاتنين يا لوحظ، وعشان ابويا، وعشان مستقبلي لازم تقولي الحقيقة. لما الدكتور شاهين رجع مصر ابتديت افكر، ازاي اخد حقي وحق امي منه. بس كان لازم الاول اشيل عفارة الزمن من عليا، والوحيد اللي وقف جنبي شوقي. شوقي، تفتكر واحدة فقيرة زي المرة تسوز جسمها كان ممكن حد يفكر يتجوزها؟ ده كان ممكن لو كنت انا بنت الدكتور شاهين. واخت حضرته وكيل النيابة، ده حتى المرض كان هيخاف يهوب مني. بس شوقي حبني وقف جنبي في عيايا، طلب يتجوزني. في الأول رفضت، ولما سألني ليه حكيت له حكايتي، طلبت منه انه يساعدني، اتجوزته. كنت بتقطع من جوايا، تخيل الاحساس اللي ممكن تعيش واحدة زيي لما تطلب من جوزها انه يغتصبها. هو ده تمن انتقام اللي رايحك؟ انت قبل ما تنتقمي من ابويا انتقمتي من نفسك. انت كده بنيتي عليه وعليكي وعليا. انا مجني عليا من قبل ما اجي للدنيا. لو حسيت للحظه انك لقيت وان ابوك بيتبرى منك، ممكن ترتكب جريمة حتى في حق نفسك.